دولة معلش تأخرت عليك. أهلا أهلا، ازيك يا كمال؟ ولا يهمك، اتفضل. قول لي بقى إيه الموضوع اللي أنت عايزني فيه، لأن أنا مستعجل جدا وعايز أروح على البازار. فاكر عدولة أيام الجامعة؟ فاكر البت سماح اللي كنت معجب بيها؟ كنت أنت عامل فيها إن أنت بقى محترم قدامها، ورحت أنا جاي من ورا ومركب لك دير. بس كان موقف ظريف، ست عرفتني، أحب أضحك وأضحك اللي حواليا. إيه يا عم أنت داخل سخن عليا ليه؟ ما هي سماح دي لعلمك يعني كانت ماشية معاك الأول، وأنا بقى اللي جيت من وراك ورحت فقعها قصيدة فراحت سابتك ومشيت معاها. كان موقف ظريف جدا صراحة يعني. لا بس أقول لك أنا بقى اللي أظرف منه، إن سماح دي كانت ماشية مع الدفعة كلها، وأنت الوحيد اللي ما كنتش تعرف، والدفعة كلها عمالة تضحك. وإيه يعني هي الدفعة كلها قد إيه يعني؟ وبعدين أنت ما قلتليش ليه؟ قلت أسيبك، حكيم أنا أحب أشمت وشمت اللي حواليا. يعني انت جايبني بعد الفتره الزمنيه دي كلها عشان تفكرني بالكلام ده؟ انا ماشي انا لا ماشي. لا لا اقول لك عادل، انا الحمد لله ربنا كرمني دلوقتي بقى عندي فلوس كتير ومجموعه شركات وموظفين ياما، كمان احب اكسب واكسب اللي حواليا. حضرتك يعني ما شاء الله بقى عندك كل حاجه. انا يا سيدي لو ما اشتغلتش يوم مش هلاقي اكل انا والناس اللي مسؤولين مني دول. عادل عشان خاطري استوعبني. اتفضل اخلص. ماجد ابني يا سيدي للاسف طلع نسخه مني بالظبط، نفس طباعي. يا نهار اسوح يا عيني، ده اكيد بقى يعني مبهدلك انت واللي حواليك برضو. كل سنه بيسقط في المدرسه، بقاله 5 سنين يا عدوله بيسقط سقوط متواصل. ياه، ما جلاش ولا سنه ونجح مثلا؟ مصر يا سيدي يعكر صفو حياتي، كل ما انجح انا في صفقه يسقط هو سنه. طيب ما تسقط انت في صفقه عشان ينجح هو سنه. عملت كل المحاولات، سقطت في ان انا انجحه، في الاخر بقى رحت جايبه المجد. قلت له اسمع يا ولد ماجد، انت لا ليك لا في شهاده ولا في تعليم، انت لازم تبتدي من اول السلم، من الصفر، من تحت الصفر كمان، تتعلم شغلانه صغيره كده فقيره عشان تشوف الناس الزباله بتشتغل ازاي. صح، برضو الاب لازم يربي ابنه. قلت بقى مفيش غيرك اعاقب ماجد بيه واجيبه لك تمرمطه. انا مش فاهم انت يعني بتشكر فيا ولا بتذم فيا، لكن المهم ايه المطلوب؟ مش مهم، انا عايزك تاخده عندك وتشغله وتبهدله. يا سلام، معقول يا عم كمال؟ ده يوم المنى، اعتبرني كاني بعاملك انت بالظبط. مرمطه. منور عم كمال. هددتك ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمال واتكل انت على الله روح على شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله هتتمرمط. بس يا دولة سيب لي انا بقى الواد ده اودكه على واحدة ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط. تسكت انت. ايوه انت يا ابو سلوبيت، تعال بسرعة. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها. حكيم انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام. تعال. ما صدقت شفت الفلوس خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحسب. وانت يالا قوم يالا. انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم اقف يالا. والاكل اللي احنا بناكله هتطفح معانا منه. ليه بس دولة كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. انا مش موكل لك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دول؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك، فاكر؟ ايوه فاكر يا دولة. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار. البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعه البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيره اللي هو الحيوان ده. ايه ده يا دولة؟ انا مساعد الراس الكبيره؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوه يالا انت الودني. يالا انت ودني، يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجه تيجي تقول له على طول. ماشي يا دولة، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت ياد؟ هنا هو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك ياد، طلع ايدك من جيبك.
انت بقى انا هو وظيفتك المرمطون الصب الصغير بيليا، يعني نبعتك مشاوير زبالة تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غير هالمرمطك هالمرمطك. ايوة دولة، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 عن مرمطك. طيب طيب انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه؟ لا لا ده انا هبطلك، طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبهدلك. على فكرة ممكن عادة حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغة خالص. صح صح صياغة خالص الواد أراك دول. بس يا حيوان أنا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل إيه. ولا رمزي؟ نعم دولة. تكر على الله، يلا روح هات العفريتة اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دولة حاضر. دولة على فكرة الطاقية اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها يا دولة. على فكرة القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط. دي له القميص يا دولة. على فكرة بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريتة بقى اديله البنطلون يا ماشي. دولة يلا يلا نجر قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعة. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مرة واحدة هينضف. ايه ده انت بتبرطم؟ بتقول ايه؟ بقول نضفته مره واحده هينضف. اه بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما يتقل. اقعد افهم في مين. يلا 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 قدامي بقى. غبي 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 يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت، انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه، ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما، هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى علشان انا من كتر الحاجات وحشة اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. اه يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل وانا اقول الاكل طعمه جليسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه عشان انا عايز امرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب، عايز حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه، واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش، انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده، انا ما اقدرش اقعد من غير نت. اسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر 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 حاضر، هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل عادل بقولك ايه، اوعى تنسى انت تصور لي عقد التمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي من نقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله مش دي نقابتي، ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي عشان اقول لهم ده انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل قلم منقله كده يعني. صوروا بس صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي هخلي الصبي الجديد يصوره لك. ماشي حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصلا انا عايز بجد امرمط الواد، همرمطه همرمطه. هتاكل يالا؟ ده هتعملي فيها بتتكسر صراحه يا ماجد باشا، يعني انت كسرتني. ايه رايك في الاكل؟ اصل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. الحمد لله الاكل مية مية، ده انا حاسس ان هيجيلي تسمم من كتر نظافته. ده مطعم السويس؟ ايه ده؟ يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكالمه دوليه؟ كل 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 حبيبي انت يا كبير، ارص لك حجر. لا 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 انا هعدي على الكافيه بتاعي اظبط دماغي هناك. ماشي انا هلم بقى الاكل. وسايق عليك النبي يا ماجد باشا، يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفد من هنا هون يبقى خدني معاك يا عم، علشان انا بصراحه مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هنا بصراحه. عادل ابن عمي ده يعني بص خانقني قول حبيبي. بتبيعني يا واطي بغدوه؟ على فكره دول ما تظلمنيش، دي مش غدوه ده فطار. اه يعني مش غدا يعني ده فطار. ماشي يا رمزي حسابك معايا بعدين، ان ما خليتك تسف التراب بتاع البازار. اوعى من قدامي دلوقتي، اوعى من قدامي، اوعى من قدامي. وانت بقى يا ابن الوزع اللي عامل لي فيها عوام، ايه داخل علينا فتك ليه؟ قوم واقف يا قوم واقف يا وانا بكلمك يا ايه مالك؟ سوري سوري سوري. تفل اللي بقى لبقك دي يا وانت بتكلمني. تفتها؟ افتح بقك وريني. تشرب سجاير؟ لا معسل. يا عسل يا عسل معسل يا حلاوتك. خد بقى الطلبيه دي،
الطلبية دي هتروح تعملها لي كلها، ها؟ وبعد ما تخلص الطلبية هتروح لهم على البيت عندي، شوف عايزين طلبية تانية، طلبات تانية تعملها، بعد ما تخلصها تجيلي على البازار، عشان هتسيق البازار وتنضفه، وبعد ما تسيقه وتنضفه تقوم مسيقه ومنضفه، وأقوم أنا مطربهولك تقوم أنت مسيقه ومطرب. خلاص أوكي أوكي، عايز حاجة تاني؟ باي. إيه الواد ده؟ إيه الواد ده؟ العربية دي يا مامي تجن. يا اختي قولي لجوزك يجيبها لك. يو خليكوا حنينين عليه شوية. النبي هو بيجيب حاجة. ها؟ هاي. منزل عادل سعيد؟ اه، أنت مين؟ أنا ماجد، بشتغل عنده جديد في البازار. اه، جبت الطلبات؟ اه، تعالوا. انت وصاحبك استنوني تحت في العربيه عشان انا سايبها مفتوحه. شغل يا باشا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انت بتدفع التبس ده كله من فلوس عادل؟ ده عادل لو عرف هيقطعك. تعرفش عادل؟ فلوس استاذ عادل ايه ده، مديني 30 جنيه، انا جايب الحاجات البسيطه دي ب 1000 جنيه من الماركت اللي متعود اشتري منه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ايه ده، دي حاجات نظيفه قوي واكتر بكتير من اللي انا طلبته. طيب انت الكريم بتاعي اللي هو الفاين سكين جبته؟ بالنسبه للكريم اللي حضرتك طالباه، هو يعني سوري شويه ممكن يبوظ لك بشرتك، بس انا جبت لك الكريم اللي ماما بتستخدمه، كريم سويسري هايل. اهو يا مامي. مش معقول انت جبت الكريم ده، هو موجود في مصر، ده ثمنه 200 باوندز. مفيش حاجه تكتر على جمال بشره حضرتك. هو قول لي يا ابني، جبت لي التحاليل؟ التحاليل فيها مشكله شويه. ليه؟ انا عندي حاجه؟ لا لا ما عندكيش اي حاجه، التحاليل ما بتقولش حاجه، وبعدين ده مكان تروحي تعملي فيه تحاليل، ده مكان لو كلاس. بصي انا بكره هاخدك بعربيتي الصبح في مستشفى تخصصي بتاعت ابو واحد صاحبي، مستشفى اي كلاس، تعملي تشيك اب على كل حاجه. ربنا يخليك يا ابني يا حبيبي، انت باين عليك محترم، ولما انت محترم بتشتغل عند عادل ابني ازاي؟ بابا كمال زهران هو السبب. هو انت ابن كمال زهران اللي كان مع عادل في الكليه؟ مع الاسف. انت باين نزيه زي ابوك. بقول لك ايه، اوعى تكوني ست صوالي العقد بتاع الشقه. سوري، انت كنت عايزه صوره العقد ليه؟ عشان اجيب شقه في نقابه المعلمين. اوكي خلاص، اخلي المستشار القانوني بتاعي يقعد معاكي يخلص لك كل الكلام ده بدل الدوشه. بجد؟ انت مرتبط؟ هو انت ناوي تعمل ايه مع عادل؟ على فكره انت صعبان عليا قوي. عادل اي دونت كير. ازاي وانت تحت رحمته؟ هو دلوقتي اللي تحت رحمتي، انا خلاص كسبت كل الناس في صفي، يعني هو مش هيعرف يعمل معايا اي حاجه. ده قرفني انا كمان، رايحه فين وجايه منين وهتلبسي ايه؟ اوف حاجه تقرف. يا مجدودة يا قمر، الليمون اللي انت بتحبه. ميرسي ميرسي يا طنط. مجمج مجمج مجمج، تحب اعمل لك شاي فريسكا ولا شاي بالنعناع؟ سوري، نعناع ولا فريسكا؟ بعد شويه. اوكي. عارف احلى حاجه فينا وانت ايه؟ ايه يا طنط؟ طنط في عينك، بيني وبينك فرق سنتين. سنتين؟ طبعا. لا طبعا، يومين. يا حبيبي يا حبيبي. طب انت عارف بقى ايه، انا اسمي مجيده وانت اسمك ماجد، يعني ممكن ندلع بعضينا ونقول على بعض ماجاميجو. ماجاميجو حلو. ماجاميجو ما عنديش اي مشكله. ماجاميجو. مجوده مجوده مجوده، تحب تتغدى؟ لا لا لا، انا طالب دليفري لينا كلنا من مطعم السويسري. خليكم الله يخليكم، متشكر. اولا تقل معادك هنا يالا، اتكل على الله روح على البازار. جميل، اوعى تقول له يالا دي، حبيبي ده اسمه ماجد وبندلعه نقول له ماجاميجو. ماجاميجو؟ طب قوم يا ماجاميجو اطلع على البازار يلا، عايزك سايق البازار وتنضفه وتنضف التماثيل وهتبيت هناك مع عمك رمزي. تحت امرك. التعامل الوحش اللي انت بتعامله ليه ده، حرام عليك، ده ابن الناس، خليك انسان. رانيا لو سمحتي ما حدش يتدخل في شغلي. وانت كمان ما تتدخلش في شغلنا، احنا خلاص اتفقنا مع رمزي ان هو هينظف ويقفل البازار. ورمزي مبسوط جدا وترمي الفرحه. هو في ايه؟ ولا انت عامل لي فيها حمل وديع يالا،
ولا يا ساقط يا فاشل يا فاشل. ما انت يا ما كنت فاشل فاشل وبتطلع بملاحق قد كده وبتقرفنا بيها طول الصيف. دي كانت سياسة في النجاح، لأن أنا ما كانش ينفع يعني أمتحن كل المواد مع بعض، كنت بقسمهم بقى مواد في الصيف ومواد في الشتاء، لأن دايما كده في مواد صيفي ومواد شتوي. ليه هي هدوم؟ بس 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 ما كيش دعوة أنت. منزل الأستاذ ماجد زهران؟ منزل الأستاذ ماجد زهران ده بيت أنا حضرتك، بيت الأستاذ عادل سعيد. الحساب 700 جنيه يا فندم. ماجد كلم يقول الحساب. الحساب كام؟ بيقول 700 جنيه بقى. إيه ده 700 جنيه بس؟ رانيا يلا بسرعة قومي حضري السفرة، الأكل جه. ماجد هو جاب لي الباستا اللي قلت لي عليها؟ باستا الله يرحم القعدة اللي على الباستا. ماجد أم علي، أم علي يا ماجد. ما تلاقيش يا حبيبتي كله جه يا ماما. ماما أنتوا اتبنيتوا الواد ده ولا إيه؟ مجاميجو تحب اعمل لك كريبس زيت؟ ميرسي يا حبيبي ميرسي. طب كل رانيا حطي لي سلطه، حطي لي سلطه. ايوه حطي كمان معلقتين، حطي بقى من الطماطم، حطي من الطماطم. انت عارف ايه يا ماجد؟ السلطه مفيده جدا جدا للانسان، لازم على طول طول الوقت تفضل تاكل سلطه. الهنا والشفا. طيب ماما حطي لي سلطه لو سمحتي يا ماما. على فكره يا مجهودة المستشفى اللي احنا رحناها ولا فندق 8 نجوم. طب ثناء سيبك من السلطه خلاص، ثناء حطي لي حته فرخه بقى في طبق كده لو سمحتي. ما تحط لنفسك وانت ما فيكش ايدين ولا ايه واحنا شغالين عندك. ماجد تحب اقوم اعمل لك الشاي بنعناع اللي انت بتحبه عشان تحبس بيه على طول بعد الاكل؟ اوكي اوكي. يلا اللقمه الحلوه دي داخله المطار، داخله المطار. افتح بقك يا كتك يا جمل. عارف يا ماجد انا اكلت اللازانيا دي قبل كده في اسكندريه، بس طبعا ما كانتش بالطعامه دي. وانت ايه اللي وداك اسكندريه؟ انا سوارين اللازانيا اللي بتقولوا على فكره بقى يا ماجد باشا، انا سيقت التماثيل النهارده ومسحت البازار زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. اكل بقى لقمه. كل كل، انا بحب اكل واكل اللي حواليا. طب كل يا حبيبي. ايوه بس انا ما اكلتش يعني، وبعدين انا جاي قبل رمزي، انا اساسا صاحب البيت هنا. وبص وبيوقع العيش حضرتك يعني، انا جاي قبل رمزي. هل بيرسل؟ وبعدين يعني نيجي نحط لك اللقم في بقك؟ لا ما تحطليش اللقم في بقك. طيب انا مش هاكل، انا مش هاكل. ها واخش انام. انا مش هاكل. لا لا كفايه اخش انام. انا مش هاكل يا عم. صدعتنا لما تدخل تنام. يا سلام، عامل لي مجتهد وقاعد بتذاكر عشان ما تشتغلش يد. على فكره انا هبتدي ارجع المدرسه من بكره وهجي لك البازار بالليل بس. اعمل لي فيها مكافح بقى، مذاكره يد عليا انا يد وانا ابوك. في ايه؟ انا بجد عاوز ارجع المدرسه. عايز ترجع المدرسه عشان تعبت من الشغل اللي انا بديهولك طول الوقت وعايز تروح بيتكو. بيتنا اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، انا لما بروح هناك مفيش حد بيفرح لي ومفيش حد بيحس بيا، لكن انا عندكم هنا لو عملت اي حاجه حلوه الكل بيفرح لي. فاكيد لو رجعت المدرسه كلكم هتفرحوا، طنط مجيده وطنط انعام ورانيا ونجلاء وياسمين ورمزي. انت قلت كل الاسماء يعني حتى ده، وما قلتش اسمي يعني انا مش هفرح لك يعني ولا ايه؟ بالعكس يا انكل، حضرتك طيب جدا وانا بحبك قوي. على فكره بقى انا كان نفسي بابا يبقى زيك، يهتم باسرته كده. طب يا ماجد، ماجد انت بتثق فيا جدا؟ خلاص سيبنا نتصرف. مالكش دعوة مالكش دعوة. شوفي رمزي آخر حاجة عملها إيه لما كان في البازار. مساء الخير. أهلا يا كمال. مساء النور يا بابا. إيه يا ماجد مش هتروح ولا إيه؟ والله هو أنا عاوز أقعد عند أنكل عادل لو هو يعني ما عندوش مانع. طبعا ما عنديش مانع يا حبيبي، البيت ده زي بيت بابا بالظبط، عايز تقعد اهلا وسهلا، عايز تمشي براحتك طبعا. بيت ايه ده اللي زي بيت بابا؟ ده زحمه قوي، وبعدين انا حاسه ان انا حرانه، هتخنق. ايوه ما حضرتك حرانه يعني من الفروه اللي انت لابساها بتاعت الثعلب دي، مش خايفه حد يصطادك في السكه. حضرتك اللي موجود ده ما هوش حر، ده اسمه دفء عائلي. خلاص يا حبيبي، وانا هجيب لك دفايه كهربائيه. يا جماعه انتوا مش فاهمين،
بابا حضرتك طول الوقت مش فاضيلي، طول الوقت عندك شغل، وانت يا ماما طول الوقت بتشتي في سويسرا ومش طايقه نفسك ومش طايقه الهدوم اللي عليكي، هتفقين ازاي؟ هنظم بيني وبينك وبين الشغل زي ما عدلالي. وانا كمان هعمل زي ما رمزي قال لي بالظبط، هصيف بدل ما شتي، وبكده بقى وفرت وقت كتير قوي ونبقى نصيف مع بعضين. والله اذا كان كده، اذا كان كده بس انا موافق اجي معاكم، بس على شرط لو رجعتوا تاني انا هرجع اعيش مع اونكل عادل. صح طبعا يا حبيبي، تنور في اي وقت، البيت بيتك يعني، وبعدين انا احب اقعد واقعد اللي حواليا. ماجد اوعى تنسى تيجي يوم اجازتك عشان ازعل منك. ماجد ميجو don't forget to call me on the telephone. شات بقى يا ماجد. ها ماجد، انا بجد نفسي اخلف ولد اسمه ماجد. أمو ماجد لسه قايلك من شويه البيت زحمه وحر ومش مستحمل ماجد تاني. ماجد باشا انا هستناك بقى بكره على الغدا، مش عايز اكل كشري تاني، نفسي في بيتزا حجم وسط لارج يعني. يلا بس يلا بس يلا بطل فضايح بقى. ها كمان يعني الحمد لله انا كنت قد المسؤوليه وقدرت اربي لك ابنك، يا ريت انت بقى تاخد بالك منه كويس قوي. وعموما انا عشان راجل متربي فربيته واحب اربي اللي حواليا، لكن لو قليت ادبك ابوظهولك وابوظ اللي حواليا. ايوه صباح الفل يا هاني، المكوى. شكرا. ما تخطيش، ارجع 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 لغايه ما اجيب لك الفلوس. مجيده معكيش 5 جنيه عشان ادفع المكوى؟ حتى لو معايا مش هديك، امشي. فار فار يا ست هانم. فار فار ايه؟ لمحته معدي كبير كده ما شاء الله. فار ايه دولك لمحته ودخل البيت يعني هو في الصاله دلوقتي؟ هو اللي جابه معاه في جيبه. انا عارفه انت بيعمل، بتجيب الفلان تحطهم في جيوباتك وترميهم في البيوتات. جيوباتي وبحطهم في البيوتات ليه؟ بيشيلوا لي الشنط ولا بيشيلوا لي الشماعات؟ انا بالنسبه لي مش عايز مكوى تاني، لست اوردر. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ فار فار في ايه؟ في فار. يا ايها الليل الطويل الانجلي. رندلي ايه بس يا دولا؟ طب هو دلوقتي الليل عمل لك ايه علشان تشتمه؟ ها يعني افرض دلوقتي حطك في دماغه وما طلع لناش نهار. ولا انت مالك انت؟ انت بتتكلم ليه بيني وبين الليل؟ دي حاجه خاصه بيني وبين الليل، بتتدخل فيها ليه؟ الليل عمره ما يزعل مني يعني. الو يا رانيا. ايه 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 مالك إيه في ايه؟ ايه 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 شش. في ايه يا رانيا؟ فار. وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير يا رانيا. الرعب اللي انتوا عاملينه ده كله عشان فار صغير دخل البيت ازاي اساسا؟ ما تقلقيش بالليل بقى اما ارجع ان شاء الله بقى اموتك الفار ده. اجي دلوقتي يا رانيا؟ ما انا عندي. حاضر هاجي دلوقتي يا ست. حاضر. دولا انت بجد هتصطاد الفار ده؟ طبعا يا ابني، انت ما تعرفنيش، انا ياما اصطدت زواحف. الزواحف يعني ديناصورات وكده هون؟ ديناصورات يا ابني، الديناصورات دي انقرضت يعني، خلصت من مصر كلها يعني، مفيش ديناصورات. ده كان زمان، انا لو الديناصورات ليها اهل لسه لغايه دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني. لا يا دولا لسه ما خلصتش يا عم، ده لسه واخدين فيلم جنينه الديناصورات بطوله. لا يا ابني الثانيه جنينه الحيوانات، هم اساسا الديناصورات بيعيشوا في جنينه الحيوانات. اصلهم من الجيزه يعني؟ من الجيزه يعني، البطايق مطلعينها من الجيزه، بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابه. ملك الغابة؟ ما تقول القرد يا عم من غير ألقاب. ملك الغابة هو القرد. انت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. المهم انا هتكل على الله دلوقتي اروح اصطاد الفار ده بقى. دولا والنبي دولا انا عايزك عايزك تاخدني معايا يا دولا والنبي. ها اختك معايا فين يالا؟ وانا رايح اتفسح ياض يا دولا، عشان خاطر نفسي اتعرف على الفار ده يا دولا. الفار قول وانت مش عارف الفار ياض؟ امال اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول ايه؟ لا يا راجل. دول فراق. انت يخرب بيتك، انت كنت بتتعامل معاهم ان هم ناموس. عادل انا مش عارفه تعرف تنام ازاي. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ ايه المشكله في حته فار يعني؟ يا ما دقت على الراس فران يعني. وبعدين لعلمك انا كنت عضو ناشط جدا في فريق الكشافه، فنمنا بقى في صحارى وفي جبال وفي غابات، ومش بس فران. قابلنا حيوانات مفترسه وياما تصرفنا معاها يعني، اخف النهايه من فار.
يعني انا انام في حماك يعني؟ طبعا نامي في حمايه وما تقلقيش خالص، يعني انت في امان يا ماما وانت جنبي، وهيقدر يهوب ناحيه هنا، هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جيت له، فعشان كده هتلاقيه لم شنطته وخد جبنته واتكل على الله. نامي نامي نامي. بحس بالامان معاكي عادل لثباتك وقدرتك على المراوغه. مش نامي نامي نامي. يا جماعه ما تقلقوش، يانا الفارده في البيت ده ان شاء الله همسكه وهعلقه من ديله قدام الباب بتاع ام ميرفت عشان اخليه عبره لكل الزواحف كلها. ركز معايا، ركز معايا، افتح ايدك، افتح ايدك. لسه ما لسه احتياطي احتياطي. هنا ده المنظور الافقي والراسي بتاع الشقه اللي احنا فيها. ماشي، دي الشقه يعني؟ دي الشقه. طب احنا فين يا دول؟ في الصاله. ادي الصاله اهو كده، هو ادي الثلاث اوض وادي الحمام. ماشي، احنا فين؟ انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطه؟ اه يلا يلا انا بشرح لك الخريطه وركز معايا عشان الفار. يلا ركز معايا. طب البازار فين؟ البازار مش موجود هنا، الشقه فيها بازار؟ لا. يبقى خلاص ما تسالش، تسمع بس. ماشي. دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقه كويس قوي يا معلم، وبعدين دخل على الشقه واختار اوضه وكن فيها. يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب. الارانب اللي انتوا في بالكم اللي انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده؟ ايوه دول، انا امي دايما كانت تقول لي انزل المخزن يلا رمزي هات لنا ارنبين علشان نعمل ملوخيه بالانارب. بالانارب؟ اه ممكن تبقى انارب غير الارانب. يا غبي يا غبي، اكيد طبعا بعد ما كنتوا بتاكلوا ملوخيه كانت القطط بتلم عليكم. اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل، يعني احنا يا دوبك هناكل كده والقطط بقى بينونوه ويقوموا هاجمين على الملوخيه ام انارب دي، ياخدوا الانارب ويسيبوا لنا الرز. مش عارف ليه دول، يمكن الرز مثلا بيعمل لهم تخمه ولا حاجه والقطط عامله رجيم ولا حاجة. عموما الانرب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا هنا في مصر، فاحنا عايزين نصطاد الفار ده. هنجيب كميه مصايد مرعبه رهيبه ونشتري جبنه ونحط بقى ايه الجبنه جوه المصايد. اتفقنا؟ اتفقنا يا دول. وبعدين انا هبقى نايم جوه في الاوضه، اول ما المصياده تصطاد انا اقوم عامل لي اشاره على طول. ايوه عارف ادول الاشاره، انا عارف، اقوم غمز لك كده. غمز لي كده، هي دي الاشاره، وانا نايم جوه وهسمعك. هسمعك ازاي يا غبي؟ اه صح ادول. خلاص ادول انا هصفر لك. لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن اصحى. خلاص اغمز لي بس بصوت. دلوقتي يا جماعه انا جمعكم عشان اقول لكم ان في حظر تجوال، ممنوع اي واحده فيكم تخرج من اوضتها لغايه اما نقضي على هذا الفار المنقرض المتوغل في داخل الشقه. يا سلام، طب وقف ده، احنا عايزين نروح الحمام. لا ممنوع، ممنوع اي واحده تخرج من اوضتها يا جماعه. انا مش مسؤول عن اي واحده تخرج وتوصل للصاله، مش مسؤول عن تامينها. وهل فتره الطوارئ سوف تستمر دهرا؟ فتره الطوارئ انا ممكن اقول لكم في الاول ان هي مش هتستمر، لكن الواقع والنتيجه واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا. مش مهم، المهم ان احنا نخلص منه. طب وطلباتنا؟ لا لو عايزين اي طلبات هنجيبها منين يا استاذ؟ اي حد عايز اي حاجه انا المسؤول عنها، هديكوا تموين يكفيكوا 3 ايام بحيث ما فيش واحده فيكوا تخرج من اوضتها. هل ممكن ابات عند ام ميرفت في الفتره دي؟ نوي يا حماتي، لان ده يبقى اسمه هروب من المعركه. لا ما اسموش هروب، اسمه لجوء سياسي مؤقت، وده برضو مرفوض يا ماما. دولا طب وانا دولا اعمل ايه؟ انت هتفضل مرمي هنا لغايه اما اقول لك اي جديد. ليه يا دولا يا عم؟ ادي الفار لصياده يا دولا، جيب له جبنه يا عم. جايب له جبنه يا ابي؟ هو انت هتصطاده ولا عزمه على الغدا؟ بقول لك ايه، بطلي نفسنا على الفار، عايزه تاكل الجبنه بتاعت الفار ولا ايه؟ يلا يا جماعه كل واحده هتتكل على الله وتخش في مخبأها لغايه اما اقول لكم على الجديده.
راح فين يا دول؟ وايه اللي راح فين؟ هو ما جاش اساسا. انا بهزر. يلا ايه ده؟ فات ست ساعات ورمزي ما ادانيش الاشاره، ولا يكون الدهاني مثلا وانا ما سمعتش غمزه عينه. انا مستيقظه طوال الساعات اللي فاتت دي كلها، وسمعت اصوات المصايد مصيده تلو الاخرى. مصيده تلو الاخرى؟ يعني في اكتر من فار ولا ايه؟ اما اقوم اشوف الغبي ده عمل ايه. ولا رمزي؟ ايه دول؟ ايه مسكت الفرق دول؟ فرق اللي مسكناه؟ اللي انت عامله ده وحطيت لي مصياده في صدرك؟ الفار بيلعب في عبك ولا ايه يالا؟ دول والله ما الفار ما جاشي. ما جاشي؟ امال انت طول الليل اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا صحيت لك دلوقتي. فين الفار يا؟ والله ما اكلته دول. ما اكلتش الفار؟ امال ايه الحواسه بتاعت الجبنه اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن اللي كانت موجوده في المصايد؟ ده انا كنت عامل حساب اللي يفضل منها اعمله سندوتشات لياسمين. ما اكلتش حاجه دول بقى، بطل تظلمني بقى. اظلمك ايه يالا؟ امال الجبنه دي جت منين؟ الفار هو بقى اكلك غصب عنك يعني؟ معلش بقى دول، بس انا بصراحه جوعت يعني امبارح. ماشي ماشي، بتاكل الجبنه اللي جوه المصياده. ماشي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ماشي، انا هتصرف بقى، احط في الجبنه سم. سم دولا؟ والسم دون يعني هيغير طعم الجبنه؟ لا مش هغيرها خالص، انا اعمل لك سم كمان بالكاتشب، ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. دول انت قاعد كده هون، ولا انت على بالك كده هون دول؟ وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دول؟ انت ايه، خلاص الرجوله بتاعتك ما بتطرقعش عليك؟ ما بص، ولا هقوم اطرقعك على وشك. فار ايه يا دي اللي اخاف على الحريم منه يا دول؟ الفار هيبص الحريم؟ الفار يبص لسندوتشات الحريم؟ يبص لحته الجبنه محطوطه في المصياده؟ ها ما دول. طب انت دلوقتي رحت اتفاهمت معاه بالحسنى؟ ما رضيش يفهم يا عم، خلاص بقى سيبه في البيت. اسيبه في البيت؟ لا، مش عادل سعيد اللي يستسلم. انا بس مجرد ان انا يعني بلم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي ماشي ماشي. في يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو؟ لا يا دولة، دي شركة اجرام يا دولة دلوقتي، وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يالا اللي يشم هو في بوليس للحيوانات يالا يا اهبل؟ امال يا دولا؟ يالا مفيش كلام من ده، يعني انا لو ذبحت فرخه مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولا، مش رفعت سلاح في وش فرخه؟ يا دي عبيط، يا دي عبيط، لو في بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت، كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي القرود عشان تبقوا مع بعضيكوا يعني. عموما انا هتصل بالشركه دي واخليهم بقى ايه يجيبوا لي الفار ده. انا عايزهم يجيبوا لي الفار ده حي عشان انتقم منه بنفسي. معاك مندوب شركة تقتل فرانكو ورايحوا بالكو. في البداية محتاج منك شوية بيانات. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك، ده انا مستنيك من بدري. بالنسبة للبيانات، انا اسمي عادل سعيد متزوج. لا لا لا، انا عايز شوية بيانات عن الفار، يعني داخل امتى؟ عنده كام سنة؟ حضرتك يعني انا ملحقش اتعرف بيه لانه بيجري بسرعة جدا. لا، الفار ده انطوائي مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص، بدليل انك دخلت وقعدت. اهلا وسهلا، ارجوك خلينا نشوف شغلنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه؟ معقول؟ ايه؟ المرضى ذكي عامل اجهزه تشويش. اجهزه تشويش؟ لحق يخش ويزرع اجهزه تشويش؟ خلينا في الجد، العمليه دي هتكلفك 2000 جنيه، 1000 عربون و1000 لما اسلمك رقبه الفار. ايه؟ 2000 جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فيهوش فيران ارخص يعني. لا، ما انا هدي لك ضمان سنه ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام، وهيخش لي جوه تاني ازاي؟ اذا كنت حضرتك هتكون قتلته. بص بقى حضرتك، انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع بره.
مش هقول كده يا عادل بقى، مش معقول احنا ازهقنا خالص خالص خالص، لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنبه اللي احنا قاعدين فيها، ومش عارفين نعزم الصحابات بتوعنا، وفاتنا نميمات كتير. صحابات ايه اللي انت عايزه تعزميهم؟ انا مش عارف جو النادي اللي انت عايشانا فيه ده يا حماتي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل. بيبي انت لازم تاخد موقف حد معاه، لانك اديته كذا فرصه وهو اللي ضيعها. انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصه. ماما يا ماما يا ماما، معلش معلش. ما هو شفته مش مديني فرصه ان انا امسكه. جدك وامك كان يعفق الفار من هنا ويلعب بيه كره هو واصحابه. يا ماما انا الكوره مش من هواياتي عموما يعني، وبعدين كل واحد ليه مدرسه في اصطياد الفيران. انا مدرستي مش عارف مدرستي، بس ان شاء الله مدرسه جديده وانا افرجكم. ايه رايك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخافوا يجري؟ اوعوا حد يفرج الفار على توم وجيري. اولا توم وجيري، جيري ده هو الفار، وتوم ده لعلمك غلبان جدا، ده الفار هو اللي معذبه. لو احنا فرجناه بقى على توم وجيري هيفتري ومحدش يعرف يخرجه من البيت. طب بصي يا ابي، هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده، لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام، يتفسح ويروش؟ بتتكلمي على ابن خالتك؟ ده فار يا ماما، فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهله صعايده، لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه، ساعدوني على ما انا انفذ الخطه. ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. ايوه ايوه، ثانيه واحده. ايوه ايوه. خلاص 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 خلاص، ده انا خبطت في المصيده يعني، ما حصلش حاجه الحمد لله. خلاص خلاص ما تقلقوش، انا هحل المشكله وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا، ما تقلقوش. دولا حبيبي خش خش، مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دولا، صوتكوا جايب اخر الشارع يا عم، في ايه الفرق؟ ايه اخباره؟ طمني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل اللي وز موجود يا سيدي عندنا في الشقه، بس احنا خلاص هنتخلص منه. يلا يا رمزي ما تقلقش. الفار راح فين؟ دخل الاوضه. ولا رمزي نعمة دولا ورايا على الاوضه دي. يلا يلا بقى، يلا انا وشي موجه كده وبقول لك ورايا على الاوضه. رايح فين كده؟ خش دي الاقرب. يلا بقى، يلا يا عادل، 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 يلا يا عادل. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اضرب. انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اسف اسف، بتموتنا انا، هلا بتموتنا انا. دخل اوضتنا. ولا رمزي نعمة دولا، ولا رمزي نعمة دولا، انا هنا دولا اهو ورايا على اوضتنا. هلا تعال 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 اوضتنا، وبقول لك ورايا. انا اسف انا اسف، امشي قدامي. يلا يا عادل، يلا يا عادل، يلا يا ولد، 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 يلا يا عادل، انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اسف ايه اللي بيطلع الفار عند وشي؟ بتضرب على وشي؟ انا بتضرب على وشي، ما خدتش بالي يا دولا. بس بقى بابا، بابا انا داخل المطبخ يا بابا. داخل المطبخ؟ ده بيستهبل ده ولا ايه؟ ورايا يلا يا رمز على المطبخ. يا دولا تعالى. يلا يا عادل، يلا يا عادل، يلا يا عادل، يلا يا عادل. مين؟ ليه الفران ما يسيبوش البني ادمين يعيشوا مع بعضهم في سلام؟ وليه البني ادمين ما يسيبوش الفران يعيشوا مع نفسهم بسلام؟ ليه الصراع الازلي ما بين الفران والبني ادمين، مع ان الكره الارضيه تقدر تستوعب الفران وتستوعب البني ادمين؟ ليه البني ادمين ما يسيبوش الفران حتى حته جبنه في مي مصياده والمصياده ما تتقفلش عليهم؟ حرام عليكم يا فران، حرام عليكم، هنعمل لكم ايه زياده عن اللي احنا بنعمله؟ دعوه للتعايش. بشكركم على التحية، بشكركم على التحية، بس تفتكروا الفار اتأثر؟ ده كلب. مع
معلش يا دولا انا اسف. سامحني يا دولا انا اسف. ولا عمري هسامحك ابدا. تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمز له كده بعينك عشان الف من وراه وتضربني؟ ماشي يا رمزي ماشي. يا دولا بقى ما تظلمنيش بقى يا دولا، والله العظيم انا ما غمزتلوش الا مره واحده بس يا دولا. يعني غمزتاله؟ اه يا دولا انا اسف. على فكره بقى انا سامع حكايتكم الصبح ودواكوا عند باشا. ايه عندك ميكروكور مشاش بدل الكلكع اللي على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي. حمدي بوسي ده ايه، مضاد حيوي؟ لا بقى ده باشا صائد الفئران رقم واحد، ده اصطاد الشهر اللي فات 2500 فار. الفئران كده تسمع اسمه وتترعب منه رمزي. هو ده بقى استاذ عادل المخلص. طيب الحقني بتليفونه قبل ما رقبتي تضيع والنبي. عينيا يا باشا. طب حضرتك انا مش فاهم، يعني انت ان شاء الله تاخد الفار اللي عندنا وتجيب لنا بداله نمر ولا ايه؟ لا حضرتك خالص، انا هخلي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك، تلعبهولك وبعدين انا هضرب هقولك ان احنا مشكلتنا الحقيقيه مع النمور. يعني كده هنموت يلا باين علينا ولا ايه؟ والبقى انا عايز اقول لحضرتك القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار. لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوى حضرتك، انا مش عايز يعني القط يموت الفار، لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات. استنفرارات؟ ايه العلاقه اللي بينك وبين الفار؟ بتتفق مع الفار عليا هذا رمزي؟ لا يا دولا انا بس هكلمه وعاتبه عتاب الكلب للندله، عشان انا ما كنتش متفق معاه على كده يا دولا، كنت متفق معاه ان انا بس اهربه مش يأذكش. اقعد يلا اقعد ياد، مش عايز اسمع صوتك يا ضوع. ماشي بقى حضرتك تعمل ايه تاني؟ يعني عموما القط هيضربه ضربه مخبرين تدروخه بس حضرتك، ها بس ما تعلمش في جسمه. يا سلام، انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي، عمري ما سمعت عن القط البوليسي ابدا. يعني لا حضرتك هتشوف دلوقتي. يلا يا بستك، يلا يا بستك، يا هجام بستك بستك اهجمي عليهم. معلش يا معلم بوسي، يعني هزقناك معانا صراحة النهاردة. لا حضرتك مفيش تهزيق ولا أي حاجة، أنا حضرتك اللي فاشل واستاهل. طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطة من دول وأنت مروح يعني؟ وأنت رايح السيرك هتعمل إيه؟ لا حضرتك سيرك إيه بقى وبتاع إيه حضرتك؟ زمان النمور شمت خبر والقرود اساسا مستنيني على غلطه يا استاذ. مستنيين لك على غلطه؟ ده انت علاقتك وحشه جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده. ايوه يا استاذ للاسف. استاذن انا بقى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. مع السلامه يا سيدي. سلم لنا على الحيوانات كلها. حاضر يا استاذ حاضر. اتفضل حضرتك. مساء الفل يا باشا. ايه المكوى يا باشا؟ المكوى؟ يعني انت اوعى مني. اوعى في ايه يا باشا؟ الظاهر في فار في البيت دخل في البنطلون، بس الظاهر دخل يهزر. ولا رمزي عرفنا الفار فين؟ امسكوا يلا. هات بسرعه دوله بسرعه. الفل يا باشا، برستيج يا باشا. يا باشا عادل، وانا كنت عايزه اطلب منك طلب بس محرجه شويه. وايه اللي يحرك في الطلب بتاعك؟ ايه عايزه تعلمي الرقص ولا ايه؟ لا الرقص ملوش علاقه اصلا بالدراسه، ده الرقص اساسا عند الانثى كده بفطرتها. بفطرتها ايه؟ بوسطها بقى عند الانثى لكن فطرتها انتوا كل حاجه تلزقوها للفطره. ايه الفطره استحمل ايه ولا ايه؟ عموما انا طلبي بعيد عن المواهب بعد التام، انا طلبي تجميلي خاص بمساله الجمال. الجمال؟ لا 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 لا، انا برفض تماما موضوع عمليات التجميل. مالها ودانك كده يا ماما؟ ما زي الفل، ياما ناس ودانهم طويله جدا كده اهو وعايشين وماسكين مراكز. يعني ايه يا عادل؟ هو انا وداني وحشه يا عادل؟ لا حبيبتي ودانك قمر، انا بهزر طبعا. انت كل حاجه تهزر كده. بصراحه بقى انا مضطره اطلب الطلب بكل جراءه. انا بقى بصراحه يعني عايز علبة مكياج. علبة مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فرد. يا عادل بقى مكياج فرد الكلام ده لما كنا في ثانوي، لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسة بقى ونجيب مكياج وصباع روج والحاجات دي ولف على 4-5 بنات مع بعض. كنتوا بتخمسوا في صباع الروج؟ عادل أنا بتكلم بجد، خلي الجد شوية. يا رانيا حس أنت بيا بقى، وبعدين مكياج إيه اللي أنت عايزاه؟ يا ماما أنت أجمل وقت بحب أتفرج عليكي فيه وأنت نايمة ومدياني ظهرك. خلاص بلاش علبة مكياج، خليها علبة سمنة. أنت عايزة أي علبة وخلاص؟ علبة إيه يا ماما؟
بصي لازم تفكري بشكل جماعي، الطلبات الجماعية مش الطلبات الفردية. ايوه بس انا لما اتجوزتك لوحدك ما عملتش فيك جمعية. ايوه ما انت قبضتيها الاول وبعد كده هما اللي جم اعمل ايه يعني؟ خلاص بقى يدفعوا هما بقى. يا رانيا هيدفعوا منين يا رانيا؟ ما انت ماما وعلى يدك عارفه ما فيش اي فلوس ليها بتجيلها من المعاش، زائد ان سناء كمان بتاخد 300 ملطوش، ال 300 ملطوش دول يا دوبك بيكفوها خناقات في المواصلات وبيكفوها مصاريفها يعني. يا سلام، طب ما انا ممكن اقول لك على مامي كده برضه واعفيها من المصاريف. تعفيها من المصاريف ليه؟ من الطلبه الاوائل؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت رايحه فين؟ انا عندي المحاضره الاولى والشله كلها مستنياني، ما ينفعش اتاخر عليهم. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش كنتي موعداني النهارده ان انت هتساعديني في شغل البيت؟ بصي حبيبه قلبي، انا ممكن المره الجايه اوعدك ان انا ممكن اجل المحاضرات بتاعتي واخليها بالليل، ده بس عشان خاطر عيونك انت يا قمر. باي. والله هما اليومين دول هما الطلبه اللي بيحددوا مواعيد المحاضرات ولا ايه؟ الله العظيم، فين ايام زمان، ايام الالتزام والتزويغ والنط من على السور. هزلت. ترويق وكلهم مش موجودين، بشتغل عندكم. توفير سناء سعيد 40,000 جنيه مصري فقط لا غير، ومستهونين بالرقم ده؟ ده بطل. 6 سنين يا سناء، 6 سنين بتخدعينا وبتضربينا على قفانا وبتحوشي من ورانا 40,000 جنيه، وانا مش عارفة اضرب علبة مكياج من عادل. ماشي يا سناء، ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلبات يا ماما اللي انت طلبتيها، وجبت لي كمان يا ستي الزبادي اهو عشان البشره بالفراوله عشان يخلي وشك محمر. ميرسي يا حبيبي، تعيش وتجيبني. ودي يا سناء، ادي قلمين جاف. قلمين جاف ايه يا عادل؟ وانا هفتح مقلمه في ال 200 جنيه بتوعي؟ عادل عايزك في موضوع. خير؟ قولي. ما ينفعش، مش عايزه حد يسمعنا. طب ما انت كده لفتي نظرهم وهيقعدوا يتصنطوا علينا. هنتصنط على ايه؟ ما انت مفضوحه، مفيش على لسانها غير امك لاختك. نهائيا اطلاقا. ولا تزعلي نفسك، العكس صحيح، اختك لامك. هنقعد نقول في فوازير ليه؟ انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزه ايه وبارجع اقول لك، او انتوا ابقوا تصنطوا بقى عادي. اتفضلي. امك واختك. ايه ده؟ ده موضوع تاني خالص، مالهم بقى؟ اللي توقعته لقيته. اتفضل. ايه ده؟ دفتر توفير؟ 40,000 جنيه ده بتاع مين ده؟ مصريا لا غير، بتاع الاخت سناء. سناء؟ اه سناء. طب وجابت 40,000 جنيه منين؟ ده اكيد، بصي الدفتر ده اكيد مزور، اوعي تطلعيه لحد اللي يقبضوا عليه، او اقول لك بلغي عنها عشان يقبضوا عليها ما دام مزور. كلامها هو اللي مزور، حياتها معانا هي اللي مزوره على طول، بتدعي الفقر وعامله نفسها ما عندهاش فلوس. وشوف شوف 40,000 جنيه ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان هي مش من الطبقه بتاعتنا وعايشه معانا. لا يا حبيبي، ده معناه انها ما بتصرفش مليم احمر، عايشه سفلقه على قفانا الهانم. انت عارف اختك بتاخد كام؟ بتاخد في الشهر 500 جنيه بالحوافز، 500 في 12 في 6 سنين ده معناه 36,000 جنيه. طيب وال 4,000 بتوع ال 40 دول ايه؟ جابتهم ليه؟ فوايد يا حبيبي، فوايد. ده معناه ان اختك نايمه وعايشه واكله ولابسه ببلاش. ايوه، واكلة وشربة ونايمة سفلقة، ده حتى قلة أدبها ببلاش. ماشي يا سناء، أنا بقى هتصرف. سناء عايز إيه يا عادل؟ لا مفيش، يعني انا عايز اقول لك صباح الفل والجمال والقشطه والكريم شانتيه. صباح الفل يا عادل، خلص قول عايز ايه وبلاش محلسه. محلسه ليه؟ بتسمي يعني ان العلاقه بين اخ واخته يبقى محلسه يعني؟ عموما الافه مودنين بيشيلوها ايه؟
واحد. مش الا واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا، ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اكتع؟ اخلص يا عادل وقول عايز ايه. لا مفيش، انا بس كنت معدي فقلت اعدي اسلم عليك يعني كاخت وكده، فجيت اقول لك ازيك وسلم. وانت مش خلاص سلمت يا عادل؟ واقف ليه عايز ايه؟ لا مفيش، هتكر انا بقى. طيب موبايلات بقى، ها رنات عشان ما يبقاش. ها قلت لها؟ هو انا الصراحة يعني لمحت لها واكيد الرسالة وصلت يعني. رسالة ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ هو انت فاكر نفسك حمامة زجلة؟ بصي تشبيهاتك مستفزة يا رانيا، وبعدين انا هقول لها ايه؟ هي اختي برضو، مش معقولة اروح اقول لها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني. عادل بكل قوة وحسم وعزم وامان روح قول لها. الا اذا كنت خايف منها. خايف منها ايه؟ انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ، عمود البيت، الراجل، فمثلا تغير وجهة نظرها عن رجالة تكرههم مثلا. يا سلام، قال يعني هي بقى ما بتكرههمش. بس لعلمك بقى انا في دماغي فكرة فظيعة فظيعة وهبتدي بتنفيذها. اوكي. ماما في موضوع لو قلتلك عليه دلوقتي حالا ممكن تروحي تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها. يا خبر اسود، لا كنا ما ترجع لجوزها. لا يا ماما، ايه اللي يزعل في موضوع انها ترجع لجوزها ده؟ اخس عليك يا عادل، عايز ترمي اختك؟ لا مش مسألة ترميها، بس انت فاهمة غلط. عارفة سناء محوشة من ورانا 40,000 جنيه. والنبي برافو عليها، مش زيك مراتك مقشطاك اول باول. يا ماما انت فرحانه ومبسوطه يا ماما؟ ايه ده، انت عايز البنت تصرف عليك؟ لا انا ما بقولش تصرف عليا، بس على الاقل تساعد يعني يا ماما. اختك وحدانيه، اللي ليها عيل ولا تيل يبقى عندها حاجه تتعكز عليها. طب ما تتعكز براحتها، انت شفتيني يعني شديت العكاز منها. بقول لك ايه، روح اتصرف معاها وكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه. يا رانيا يا رانيا، المواضيع دي ما تتاخدش قفش، انا لمحت الماما بس يعني، بس لقيت ان الموضوع ده بايخ ما ينفعش اتكلم فيه. يا سلام، يعني هي ينفع يعني تحوش وتجرش؟ لا 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 ما ينفعش. بس انا فكرت في حاجه بقى، زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده. ازاي؟ هتشوفي دلوقتي. احنا محتاجين ايه الشهر ده من طلبات؟ قلبت مكياج. بقول لك الشهر ده تقولي لي مكياج. الو ايوه حاج سيد، سوبر ماركت السعاده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منزل الاستاذ عادل؟ اه. طب هو كان طلب الحاجات ديت وادي الفاتوره. الراجل شكله جه مش كده؟ اه شكله كده اداها الحاجه بقى. يلا يلا يلا. هو انا في العادي بشخر؟ لا يا ست انا اللي بشخر. اصل عمري ما سمعت صوت شخير. ما انت بتبقي نايمه. اديك شخرت شخرت. عادل عادل عادل، رانيا 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 يا عادل. ايه في ايه في ايه في ايه؟ مين حصل له ايه؟ حاجة بسيطة خالص، في فاتورة بره لازم تدفع يا عادل. طب ما ياما فواتير، مصر مليانة فواتير دلوقتي حالا. يا عايز انام. يا عادل ما تصحى بقى يا عادل، الفاتورة لازم تدفع. يا رانيا راجعي نفسك، مش عايزة تقومي؟ اني اغرق نوما. اغرق نوما؟ احدف لك العوامة؟ براحتكوا براحتكوا براحتكوا. أكيد دخلت عليها، ال 40,000 اللي هي محوشاهم برضو تصرف منهم. أيا ماندو، قولي لي هي أسماء لسه سخنة؟ إيه؟ أنا مش قلت لك ادعكي لها ظهرها بالليمون وكلفتيها في البطانية الجديدة اللي جايبينها بالقسط؟ إيه؟ ما عندكيش ليمون؟ يا سلام عليكي، ما تستلفي من أم عبير يا أختي.
لا ألف سلامة على بنت حضرتك الأستاذة أسماء. ألف سلامة. يلا مع السلامة دلوقتي. مع السلامة. آه والله يا أخويا أصل سريرها تحت الشباك على طول، فالظهر بقى خدت لطشة برد من طيار الهواء البحري. أيوة بس برضو يعني الليمون ده ما بيجيبش نتيجة. اديها مثلا يوستفاندي أو اديها مجموعة أنفلونزا. مجموعة أنفلونزا؟ لا مؤاخذة مدام، ده ليا. أيوة يا سيدة، السباك ركب الكوع. إيه؟ لسه بينقط؟ بقول لك ايه، ركب له جلده بدل ما يغير الكوع. خلي بالك. بقول لك ايه يا سيده، ما توقفيش مع السباك لوحديكم، سامع ولا لا؟ ايوه كده، مع السلامه. طب ما تخلي ماندو يقف مع عمه يعني مع السباك. لا اصل بلا قافيه، ده البيت التاني وجماعتنا اللي هناك ما بتخلفش. اه ده حاجه عجيبه، يعني حضرتك كنت بتجوز واحده من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحده من اللي ما بتخلفش. انت أيوة. عكس كل الناس يا انت مين؟ انا اللي جايب الطلبات. جايب الطلبات؟ طب وحضرتك قاعد ليه يعني؟ مش خدت فلوس وخلاص؟ حضرتك انا ما خدتش حسابي اساسا. خدش حسابك ازاي؟ ما حدش حاسبك؟ طلبت وقالوا لي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي، فانا ما رضيتش بصراحه اجرع خلوتك يعني وافتح عليكم باب الاوضه. ضغطي يا عادل. بس ده انا هيجي لي سكر ودواء. اصبري اصبري. طيب وحسابك كام حضرتك؟ 120 جنيه. 120 جنيه بس انا مش هحاسب بقى على النسو اللي انت عمال بتاكله واللب. ايه ده؟ ايه ده؟ 5 كيلو لب واكل 5 كيلو لب؟ انا مش هحاسب على الكلام ده. دي مثلثيه واحده بس اللي كلتها. ماشي 120 جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا، وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجه ما تسمعش كلامنا. ها؟ ماشي يا باشا. بقول للسياده ايه؟ لو سمحت يعني لو حصل يعني ام اسماء اتصلت بيا ولا حاجه يعني طمنها عليا وقول لها ان انا موجود في المحل وتكلمني هناك على التليفون. ها؟ حاضر حضرتك. بقول لك ايه؟ مش عايزك ترغي معاها خالص، ده فيها خراب بيوت. اه هي ما تعرفش ان انت متجوز واحدة تانية عليها؟ لا طبعا. هتعرف. رانيا واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ما ينفعش، احنا نبتدي نسحب منها بقى. ربع جنيه، نص جنيه، 175 قرش، في الاخر نكونه مبلغ. حرب استنزاف يعني. بالظبط. هاي ده مهبش منها الهبشة الكبيرة. عادل، ياسمين بنتك عايزة 2 جنيه عشان تشتري جلاد يا عادل. عايزة تشتري جلاد ليه؟ تجلد عمتها سناء؟ ايه الزرافة دي؟ يا لطيفة اللطفاء، ايه بهزر عادي يعني. الفلوس بقى يا عادل بسرعة. 2 جنيه؟ انا معيش 2 جنيه، انت معاكي 2 جنيه يا رانيا؟ لا انا معيش عادل فكة خالص. ايه ده، احنا قاعدين في ميكروباص هنا ولا ايه؟ معاكي فكة؟ معاك فكة؟ ميت على كام؟ ومش عايز تفكها، ورقة بكام قول؟ ورقة معايا يعني ب 200 جنيه، مش معقولة يعني انزل دلوقتي حالا عشان افكها. ايه؟ ما يصحش كده يا سناء. ايوه كده يا ماما، قولي لها ما يصحش طبعا، دي بنت اخوك يعني، انت عمتها يعني، عادي يا سناء. عيب كده يا سناء، خدي من اخوك ال 200 جنيه وفكها. وانا ما عنديش مانع انها تفكها لي، بس ايه يعني هتجيب فكه منين 200 جنيه يعني؟ لا معايا فكه ما تقلقش خالص، يا ريت تيجي على قد الفكه. ده ما في اكتر من الفكه. ثانيه واحده، بكام دي؟ 200، ادي 100، وادي الثانيه فكه. انت بتقبضي من الكانتين ولا ايه يا سناء؟ هو اكل وبحلقه ولا ايه؟ خد يا استاذ الفكه اللي انت عايزها، هات الورقه ام 200، سلم واستلم. اوعى. شفت اختك معاها 200 جنيه بحالهم وانا ما احتكمش على 3 جنيه وربع. 3 جنيه وربع؟ انت بتحوشي من ورايا يا رانيا؟ انت قلت لي امبارح عايزه 35 قرش عشان مش عايزه تفك الجنيه. ماشي ماشي. سناء الفلوس دي ناقصه 3 جنيه. ايه يعني 3 جنيه في جزمتك؟ في جزمتي ايه؟ هي جزمتي دي على الصلاة. كأنك جبت بيهم شوكولاتة لياسمين. شوكولاتة؟ طيب بقى يا رانيا ابقي خلي ياسمين تغسل سنانها عشان الشوكولاتة بتسوس السنان. يا عادل احنا كده بنستنزف. اتفرجي اتفرجي بس اصبري. الو؟ ايوه يا حاج فولي. ايه؟ عايز بضاعة ايه؟ الو؟ 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 يا حاج فولي؟ يا خبر ابيض، التليفون خلص. المكالمة، بقولك هات الموبايل بتاعك. لا انا لقد اوشك رصيدكم على النفاذ. طب اعمل ايه؟ سناء حولي لي من موبايلك لموبايلي 5 جنيه عشان عندي تليفون مهم جدا، لان الحاج فولي فيه بضاعه بيني وبينه ولازم اكلمه بسرعه. يا ابني انا خط وانت كارت، حول لك ازاي يعني؟ طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص. سناء ادهوله عشان يهبط. هاتي هاتي. طب خد بس ما تطولش. خد. لا عيب الا الحاجات دي، انا امين جدا يعني.
رد بقى يا حاج فولي، اكيد مش عارف النمره فمش راضي يرد. يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد. خلاص خلاص الحاج فولي ما ردش، انتهينا. هو ايه؟ طب هات اكلم واحد اسمه جابر صاحبي، كان معايا في ثالثه تاني في اعدادي. يا ابني هو مصاريفه وناتشو خلاص عالم سناكيح. صحيح احنا بنتشتم يا عادل. احنا بنتشتم وبنتبهدل. رانيا تعالي ورايا. لا حل غير المواجهه، احنا لازم نواجهها يا عادل. دي الناس اللي ما عندهاش دم دي بتبجح فيا. وانا تقول عليها سنكوح؟ نسيت الهانم انها ياما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه رنات ونعمت الزراير لدرجه ان غيرت الوش كذا مره. وش ايه اللي غيرته يا ابو وشين انت؟ وش ايه؟ بقى مرض ما روحت تغيره عند هلهيل وفون اللي بتشتغل فيه البت سور صاحبتي، وانا اللي روحت حاسبت لها وجبت لك الموبايل اللي حد عندك. بس فين الوش القديم بتاعي؟ وش قديم انت؟ مش لاقي حاجه تقولها ولا ايه؟ سناء احنا في موضوع كنا عايزين نتكلم فيه معاكي بس مش عارفين نتكلم، بس هنتكلم. انا عارفه انتوا عايزين تقولوا ايه، انا فاهمه كويس قوي. انتوا عايزيني ادفع فلوس عشان حاسين ان انا قاعده في البيت ده عالي عليكم. لا سناء ما نقصدش كده طبعا يعني. انا لو قلت يا حساب يا حساب هربيكوا. سناء حساب ايه وبتاع ايه؟ انا اوزنك يا ماما كمبيالات ووصولات امانه. تحب تعرف انا بعمل ايه وهعمل ايه وعملت ايه عشان البيت ده يعيش؟ بالنسبه لي انا طبعا عايز اعرف. ما سالتيش نفسك يا هانم فاتوره التليفون بتاع البيت اللي بقى لها 9 شهور ما اتدفعتش لحد دلوقتي، ازاي التليفون شغال وبتتصلي منه وتردي عادي يعني؟ عادي عادي. المصلحة بتاعت التليفونات قلبها حنين وعارفة ان احنا من دافع الضرايب، لما بيحصل لنا زنقة بيسيبونا يعني. ما المصلحة اصلها خالتك. انا اللي رحت بنفسي رحت دفعت لكم فاتورة 9 شهور عشان تقعدوا تتكلموا في التليفون عادي جدا كده. ايه ده؟ وهم يعني ازاي هم ما يقولولناش حاجة زي كده يعني؟ كان لازم يقولولنا يعني. انا لو كنت عرفت ما كنتش هسكت. كنت هتعملي ايه يعني؟ كنت هتديهم لي؟ لا كنت هقولك ميرسي. انا لو عايزة اسمع ميرسي على حاجات كتير كتير كنت قلتها وطلبتها منك، بس انا بعمل الحاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحب اعملها. سناء يعني ما عادي يعني وضع طبيعي انك انت تدفعي الفاتوره بتاعت التليفون، لان انت صراحه اكتر واحده بتتكلمي في التليفون. يا سلام. طب ما سالتش نفسك يا عادل ليه الراجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسه بتاعت بنتك بينزلها على باب العماره بدل اول الشارع؟ ما بيخرم عشان الشوارع زحمة. نوع من أنواع التهرب المروري. ليه يا زكية؟ عشان أول كل شهر بغمزه بخمسين جنيه في إيده عشان ينزل بنته قدام باب العمارة بعد ما كان بيرميها على أول الشارع عشان أمان ياسمين يا عادل. طب ما ايه بقى يا سناء؟ ما انت عمتها يا سناء. سناء عمتها اختك المزغوده اللي انا مش بحبها اساسا. ايه يعني عمتها هي كمان؟ مالها نجلاء هي كمان؟ انت فاكره وصلت النت اللي عادل حالف 200 يمين ما يجددش اشتراكها؟ مش ملاحظه ان اختك بقالها شهرين بتشتغل عادي يعني؟ انا اللي دافعاها يا هانم عشان عارفه انها بتذاكر على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتاعتها على الكمبيوتر. طب ما انا يعني وانا يعني ايه؟ هعرف انا الحاجات دي ازاي بقى؟ والله سنة. وانا كمان كنت اعرف يا سناء. خلاص انا اول مره اسمع منك الكلام ده دلوقتي صراحه يعني. عشان انتوا دايما شغلين نفسكم بتدوا ايه، بس يا عادل عمركم ما شغلتوا نفسكم بتاخدوا ايه. ما هو يا سناء يعني صراحه شكرا على اللي انت بتعمليه ده، الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني، بس ما هو الواحد لما بيتزنق يعني هيلجا لمين يعني؟ انا اختك واشيلك يا عادل، رقبتي ليك. ربنا يخليكي ليا يا سناء، ربنا يخليكي. خلاص بقى ما تزعليش بقى. الله. طيب عايز ال 3 جنيه اللي هم بتوعي عشان عايز اجمد الورق ام 200 جنيه، اجمدها ازاي يعني؟ حطها في الفريزر. يلا لطيفه يلا.